سويت حنيذك بساعه واحده بقصر عليها النار ونحسب له ساعه. ايه ما شاء الله بارك الله قشن. بنكتمه شوي بس لحد ما ياخذ طعم الملح. ما شاء الله تبارك الله. ايش اللون؟ شفت لون الحنيذ شلون؟ ما شاء الله. اني انا صار متقطع الحين. مشكلة ما اقدر اشيله مع الضلوع ها؟ اطلع كله. ودي اليوم نبي نسوي حنيذ ولكن بأسهل طريقة، وترى بيعطيك طعم الحنيذ الحقيقي. لكم معنا أحتاج مرخ ولحم. بأخذ مقاس القدر. حلو، بنحط رمل نظيف قاعد. شو شلون شبينا على الرمل لحد ما احتمى بالمرة، ونبي ننزل عليه الجمر. شو شلون بنزل طبقة من المرخ، بحط القطعة الكبيرة تحت. شوف شلون دائما احطه من الجهه ذي، يصير بالمقلوب عشان ياخذ تشكير باذن الله. ولا شيء، عطنا الغطاء. الان بنغطيه ونخليه على نار عاليه. حلو، لحد ما يبدا يدور البلف. اذا دار البلف بنقصره واحسب له 40 دقيقه الى ساعه، يطلع معك احلى حنيذ. يعني بيصير سويت حنيذك بساعه واحده. بقصر عليها النار ونحسب له ساعه. ايه ما شاء الله تبارك الله قشن. بنكتمه شوي بس لحد ما ياخذ طعم الملح. ما شاء الله تبارك الله. شوف اللون، شفت لون الحنيذ شلون؟ ما شاء الله شيء جميل. تعرف اني انا صار متقطع الحين، مشكلة ما اقدر اشيله مع الضلوع ها؟ اطلع كله. ودي حنيذ شلون؟ خلال ساعة حنيذك جاهز. تناول شلون؟ طبعا نستوي ترى ذايب. اللون اللي تشوفه هذا لون الحنيذ، لون التدخين. ولا هو؟ ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شلون؟ هذه زبدة.